عشان كده بتكلم مليون مره ما تلوسيش قدام السكرانين دول. ايه ايه يا متعوس يا ابن المتعيس، ما تسيب يا اخويا البنت ترقص ترقص وتفسد الزباين. انا بنت مش رقاصه، بنت محترمه، بنت مسعود الشهربي. عارفين مين هو مسعود الشهربي يا هاجر؟ ابن ناس فوق قوي، بس انا اللي بنت نفسي في الطين. عايزين سماره، عايزين سماره، عايزين سماره. بس سامع الناس هتقطع ايديها. فلقتنا الشواربي، الشواربي اه يا حواجبي، انت راجل ايه؟ فقري وبتقطع الرزق؟ سمارة هترقص يا متعوس. انت انا حر فيها. ايه يا اخويا؟ لا لحد هنا ونونو نونو. سمارة دي بنتي انا، انا اللي حملت ولا اللي رضعت ولا اللي ربيت ولا اللي كبرت ولا اللي اكلت ولا اللي صرفت عليك انت وهي. بنت مش هترقص يعني بنت. بقول لك ايه؟ هترقص ورجلك فوق رقبتك. يلا يا اخويا طوع، شيلوا ربو مره زي طبقة الزبالة. ايه عندك انت خالص ولا ايه؟ تعالى تعالى ما تفتحش يا خاطري. ارتاح، هي راحت ايدي، انا من يوم اتجوزت امك وانا ما شفتش طعم الراحه. مش كفايه مربطتنا انا عايزه اتمرمطك انت قدام الواخش ده؟ ايه روح منك ليه؟ مستنيين ايه؟ انا واس مش قلت طلعوا بره الموزه يا زبعه الزباله؟ بس انت هو حرام عليك يا عشان خاطر انا ولا بندق هترمكم ياك. ايه يا اختي؟ ايه نمنع عين امك ربع كنياك؟ انت عبيطه يا بت، دي الخمره بتاعت القهوه كلها في بطن ابوكي. الراجل ده عايش على سفلها واخرتها جاي يبوظ لقمه العيش. سماره خرجيه من قدامي لحسن اخد فيه مؤبد. معلش روحي طلعي بره. انا مش متعتعه من هنا الا وانت معايا. انا عايزك تقعدي في البيت محترمه وتستني عدلك زي البنات الاكابر. حلو قوي، ازغرط لك انا واقول ذوقي يا مزيكا. ارجع سلام لمدعوس باشا. بس اهو في داهيه، في داهيه عكننت علينا وعكننت على الزباين. ربنا يقطعك زي ما قطعت رزقنا. خلاص استريحتي؟ اه. خد يا بيت خشي كملي الرقص. مش هرقص. هترقصي ورجلك فوق رقبتك. يا اختي متعوس صدي نفسك ولا ايه؟ انا اللي تعبت، تعبت من الرقص ومش هرقص يلا. اه يا بنتي متعوس يا محمود يا لاسي، خش يا واد غني ويا دفسة الزباين. اتفضلي يا سمارة يا استاذ. اتفضلي. ده كلامك مش لايق عليا خالص يا سكمان. انت جوهرة يا سمارة، بس محطوطة في الظروف الغلط. جوهرة؟ ايوه جوهرة. هتبان اكتر لو اتحطيت في ظروف كويسة. انا عمري ما هتحط في ظروف كويسة. اديك شفت ابويا مين وامي مين، اشتغل ايه؟ ابوكي كلامه صح يا سمارة. انت لازم تبطلي رقص خالص وتقعدي في البيت مع عزازه مكرمه. ومين اللي صرف علينا؟ ده القهوه دي ما رقصتش فيها يوم. ما تشتغلش، شغاله على وسطي، او معنى اصح يعني شغاله على راسي وسط السكرانين الحشاشين الخمرجيه. لو ما رقصتش فيها يوم ما تجيبش حتى كامل الكهرباء. معلش مقطر مكتوب بقى.